الكابتن احمد فتحي، ومش عشان هو احمد فتحي فارس لاعب النادي الاهلي، لكن عشان هو احمد فتحي نجم منتخب مصر خلال حوالي 17 او 19 سنه. الكابتن احمد فتحي بيشارك من منتخبات 16 سنه و20 سنه وفريق اولمبي وفريق اول. كابتن احمد فتحي بعض الكلام تردد عن ان شاره الكابتن في حاله انضمام المنتخب يمكن تبقى تتسحب منه وتروح لنجمنا محمد صلاح، وهنا الكلام ملوش علاقه خالص بالنجم محمد صلاح، ولكن له علاقه بقيمه احمد فتحي كلاعب دولي مؤثر من وهو في النادي الاسماعيلي مع الكابتن حسن شحاته، حصل الامم الافريقيه للشباب مع الكابتن حسن شحاته، صعد كاس العالم للشباب، لعب كاس عالم كبار، كمان شارك في الحصول على 3 أمم أفريقيا فارس. أعتقد إنجازات أحمد فتحي دولية كبيرة جدا. لاعب رائع، شخصية قلب الأسد، نقدر نقول أي حاجة عن أحمد فتحي لها علاقة بالرجولة والروح والقوة وكل حاجة والمسؤولية. بمواصفات القائد والمسؤولية. أكيد جماعة إحنا تعرضنا لمشاكل سابقة نتيجة شارة قيادة المنتخب في بطولة الأمم الماضية، عايزين نتعلم الدرس، وأنا شايف إن في بس تحفظ كده إن المنتخب حواليه لغط كتير وفكرة إنه بيصدر أزمات لنفسه، مش أول أزمة، أعتقد محتاجين نفكر بشكل مختلف. ومحمد صلاح لاعب محترف زي ما قلنا وخارج الأزمة، هندرسون في ليفربول مثلا لما بيبقى كان موجود مثلا في شرط القيادة معاه، محمد صلاح متقبل ده بشكل كامل. فإحنا بنتكلم في منتخب مصر، أكيد محمد صلاح مش هيزعل عشان اللي لابس شارة القيادة لاعب رائع وراجل اسمه أحمد فتحي، أنت اللي بتصدر لنفسك الأزمة، ونتمنى مزيد من الهدوء. مش بس أنت كده، كمان بتضرب في ثوابت اعتدنا عليها في منتخب مصر، أن أنت كده هتخش في مرحلة تانية خالص، مرحلة مركز اللاعب أو احتراف اللاعب أو النادي اللي بيلعب فيه اللاعب، كلام طبعا مش حابين نوصله. تدخل للتقييم الفردي بين اللاعبين، انا كدا. دلوقتي في نادي اكبر، انت في نادي اكبر، وما بين الانتقالات بقى بتاع اللاعبين نفضل نبدل في الشاره لحد ما كل اسبوع نشوف مين الافضل في المباراه. بالظبط، فموضوع صعب جدا وضرب في قيم وثوابت المنتخب. اتمنى من الكابتن حسام البدري والكابتن محمد بركات ياخدوا بالهم من النقطه دي تماما. بما انك نويت تضم الكابتن احمد فتحي وهو يستحق الانضمام لمنتخب مصر، فتاريخ كابتن احمد فتحي كبير وعظيم، وشارة القيادة هو يستحقها تماما. أما لو أنت حابب تسحب شارة القيادة من كابتن أحمد فتحي فليك طبعا كامل الحق أنك بقى ما تضموش للمنتخب لو أنت حابب، وبلاش تروج لفكرة الأسباب الفنية، لأن أحمد فتحي حاليا يستحق التواجد ضمن منتخب مصر. خلاص انتقلنا من نقطة أحمد فتحي اللي بنأكد دعمنا ليه مش عشان هو لاعب في النادي الأهلي، ولكن عشان لاعب دولي يستحق شارة القيادة، ومفيش أحق منه موجود على الساحة في تحمل شارة قيادة المنتخب مصر.